السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معي أنا في بروجيكتور صغير، شوف هذا الشركة، في مدخل HDMI ميني وهذا مدخل حق شاحن، وفي هنا حق سامسونج ميني مايكرو يشتغل من جوال قديمة، المدخل مايكرو زي كده يشتغل. بس طبعا كيف هنا يشتغل في HDMI؟ هنا في سلك HDMI ميني تو HDMI كبير، تمام. هذا HDMI ميني مثلا ركب هنا، اوكي، وهذا ركب ال HDMI اللابتوب، يشتغل من لابتوب. دهين احنا ابغى شغل من جوال، كيف الشغل؟ طريقة هذا، في تحويلة كونفرتر HDMI فيميل 2 طرف، انا ركب واحد هنا، تمام. هذا سيد انثى. دهين انا اقدر ركب هنا HDMI وصلة حق الجوال الى شاشة، في وصلة زي كده اسمه HDMI to TV، تمام. هذا HDMI انا ركب دهين الوصلة هنا، وفي طرف تاني الـ USB. أنا ركب الشاشة نفسه ولا ركب شاحن جوال أي مكان. طيب أنا ركب الشاحن جوال وهو الوصلة ده. هنا في 3 خط، في مايكرو، في تايب سي، وفي آيفون. أنا أبغى شغل آيفون ركب هنا يصير آيفون، يبغى شغل تايب سي شيل هذا ركب ده يشتغل تايب سي، يبغى مايكرو بس ركب هذا على طول الجوال. دهين انا مثلا ركب الايفون، جيب ايفون. اول شيء شغل هذا بروجيكتور، تمام، بروجيكتور شغال، بس ركب الايفون على طول، هو يطلب باسورد حق الجهاز، هو يشتغل يجي زي كده، سوي اوكي، حط باسورد حق الجوال، خلاص هو دهان جهاز شغال. بس ما في نت. طيب هو دهان جهاز شغال، انا دهان اوريك ايفون شغال على طول عشان بروجيكتور ما في شحن ويبسل على طول. شوف دحين هو ايفون شغال على طول، تمام. دحين ابغى اجرب على سامسونج، شوف كيف يشتغل. دحين انا افكه من سامسونج، يبغى شغل من مايكرو جوال سامسونج. اول شيء نزل البرنامج تطبيقات الاي جيت كاست، هذا برنامج اسمه اي جيت كاست. بعد ما نزل برنامج اول شيء روح اعدادات الجوال القديم، لازم فكوا هذا خيارات develop option بالانجليش، حصل هنا الرقم ده دوس 7 مرة يفتح هذا option develop option، تمام. بعدين روح تحت هذا USB هات، لازم سوي علامات اوكي، تمام. دحين انا ركب هذا سلك مايكرو وروح البرنامج ايزي كاست، شوف اول ايزي سما اوكي، هنشتغل السلك من سامسونج. نفس الطريقة اي جوال اندرويد اقدر سوي، افتح بس develop option، سوي اوكي على USB خيارات، هو خلاص اشتغل على طول السلك ده. اي بروجيكتور تلفزيون نفس الطريقة. هذا بروجيكتور ما في مدخل HDMI كبير، حاولت مدخل من صغير الى كبير زي كده، طريقة تحويل HDMI. خلاص هذا شغال، ايوه اشتغل من جوال تايب سي.